القلق يسيطر على النساء في أفغانستان بعد عودة طالبان. مصير مجهول ينتظر النساء الأفغانيات في ظل استيلاء حركة طالبان على البلاد. هل ستكون العودة إلى ما قبل عقدين من الزمن؟ هذا ما تتخوف منه النساء الأفغانيات، اللواتي يشعرن أن المكاسب التي حققتها المرأة الأفغانية طوال 20 عاماً قد تذهب سدى. رغم أن الحركة ألمحت إلى أنها ستعطي الفرصة للنساء في حكومتها المزعومة، لكن ما ظهر من سلوك حتى الآن لا يبدو مطمئناً للنساء. فسمعة طالبان في التعامل مع النساء تسبقها إلى أي مكان، ومشهد ما قبل 2001 ربما بات يكرر نفسه إذا بدأ عناصر الحركة بفرض قواعد متشددة، خصوصاً فيما يتعلق بالسلوك اليومي والأمور الشخصية، وجلها هذه الأمور كانت متعلقة بالنساء. سكان من منطقة تخار شمال شرق أفغانستان أكدوا أن الحركة فرضت الحجاب على النساء، وفي بعض المناطق بات النقاب إلزامياً، وعدم الخروج من المنزل إلا بموافقة ومرافقة زوجها أو أحد أقاربها من الرجال. بوادر السلوك العدواني للطالبان في التعامل مع النساء ظهرت أيضاً في إجبار الحركة لعشرات النساء للقيام بتحضير الطعام لعناصرها المسلحين بشكل دوري تحت تهديد بالعقاب. في العاصمة كابول تقول إحدى الطالبات الجامعيات لوكالة أسوشيتد بريس إن أيام طالبان السوداء بدأت تعود تدريجياً. فالحركة ومنذ سيطرتها على العاصمة تمنع الطالبة ورفيقاتها من ارتياد جامعتهن، إضافة إلى أن طالبان منعت الاختلاط بين الفتيات والصبية في المدارس، ما دفع الأمم المتحدة إلى مطالبة الحركة بالسماح للنساء بممارسة حريتهن في التعليم والخروج وممارسة الحياة الطبيعية. الأمر لم يتعلق بالنساء وحدهن، إذ أجبرت الحركة الشباب في الولايات الشمالية لأفغانستان على ارتداء نوع معين من الملابس، ومنعتهم أيضاً من الحلاقة. كما أن عناصر طالبان يقومون بشكل دوري بفحص الهواتف المحمولة ويعاقبون كل من بحوزته أشياء محظورة، ولكن وفقاً لشريعة طالبان.